عندي project وايد حلو. Stay tuned, I'll tell you guys more about it. So كنت حسبالي ان انا عندي وايد متابعين من المغرب. امس حطيت سؤال على الانستغرام وقلت اسوي عيد ميلادي هالسنة شهر 12 في المغرب ولا اسوي في الهند. بس 58% قالوا مغرب. وين الغزالات ديالي؟ ترى حمق عليكم بالزيف. روح على انستغرام ستوري وصوتوا مغرب اذا انتم من المغرب عشان اسوي ميت اند جريت واشوفكم في ميلادي وفي راس السنة. So, اللي قاعد يسألون انا هني ايش قاعد اسوي؟ انا هني في دبي. يعني يوم واحد بس. ليش؟ لاني الوجه الاعلامي الجديد لكولكشن راح ينزل السنة الجديدة مع بورجوا. قاعد نصور صور باذن الله راح تكون في الخليج كله. وايد متحمسة وايد فخورة. راح تكون هم من صوري على المنتجات اللي راح تكون من هذا الكولكشن. الكولكشن السومي فرنسي الوان شي فرايحية ناتشورال ميك اب. ف يا متحمسة. وصلت لندن اليوم وان شاء الله بكره راح ابدي رحلتي مع اسبوع لندن. الموضه مثل ما انتم عارفين هاوس اوف روان البراند الخاص فيني هي راعي رسمي لاحد العروض في اسبوع لندن للموضه. يعني عندي وايد شغل وايد اشياء متحمسه لها. ايضا راح اكون متواجده في اسبوع ميلان للموضه واسبوع باريس للموضه. متحمسه وايد. عندي وايد براندز ابي اوريكم their latest collections. ابي اشوف شنو الدارج شنو صيحات الموضة لهذا الموسم. ف stay tuned. Guess what's back in stock. اللون اللي كلكم حبيتوه خلصتوه من اول اسبوع well just nude رجع ومتوفر بالويب سايت وجاهز للشحن لجميع دول العالم. Hi girls. صراحة ما اقدر اغطي لكم الفاشن ويك في الانستغرام والسناب شات together. فاللي حاب يشوف يتابعني على الانستغرام ستوري. الحين طالعة عندي فاشن شو ثاني. شفنا اليوم واحد حطيتكم على الانستغرام ستوري. وحين another fashion show حق a Chinese designer. بعدها جاهزة و I'm all dressed up حق Valentino party. مسوين party بمناسبة أسبوع الموضة في لندن. حنشوف في new collection. I love Valentino so much. وبعدها عندنا matches fashion party event party. Stay tuned.